السلام عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه رائعه جدا، وصفه هايله بزاف، خاصه البنات اللي محتاجين هذه الوصفه. وصفه تصبغ الشعر باللون البني طبيعي، يعني وصفه طبيعيه 100% بدون غير اي مكون كيميائي او اي مكون يعني خارج مجال الطبيعه. وصفه هايله بزاف البنات، راح تفيدكم بزاف في صبغ الشعر باللون البني، كذلك راح تغطي الشيب بالنسبه اللي تعاني من الشعر الابيض. هذه الوصفه يعني وصفه هايله وما فيهاش اللون يعني الاحمر، ما راحش تخرج لكم باللون الاحمر. فيها يعني مكونات هايله بزاف، مكونات موجوده في البيت تاعك، يعني مكونات غير يعني مكلفه هايله بزاف. ولكن قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا البنات، نتمنى كل واحده منكم دخلت جديد القناة تاعي او واحد ما تساوش يعني تشتركوا في القناة، كذلك ما تساوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد او جنان. نبداو مع اول مكون في الوصفة البنات، واللي هي الحنة. راح نستعمل ملعقة كبيرة من الحنة. هذه الكمية تاع الحنة يعني نستعملو كمية قليلة باش ما تغلبش الحنة على المكونات الاخرين، وباش ما تعطيناش اللون الاحمر اكثر. هذه الحنة يعني النوعية تاعها هي حنة بالتريف، لان حنة بالتريف هي احسن حنة ملائمة للشعر وما تنشفش الشعر. يعني بالنسبه للبنات الحنه الاخرى يعني هي الورقيه ولا الحنه الاخرى اللي تجي معلبه تاع اليدين، هذيك اللي نديروها هاي تجي فيها مواد كيميائيه زائده وراح تضر بالشعر تاعك. لازم تستعملوا بنات حنه بنت الريف لانها مخصصه للشعر، يعني للشعر تاعنا، وترطب الشعر وما تنشفهاش. بالنسبه للحنه الاخرى راهم ينشفوا الشعر تاعنا. وكذلك حنا راح نستعملوا زيوت في هذه الوصفه باش ما تخليش الحنه يعني تنشف لنا الشعر وتعطينا شعر رطب وهايل بزاف. هنا البنات كما راكم تشوفوا رانا دايرين ملعقه واحده كبيره، هذه الكميه يعني بالنسبه للشعر تاعها قصير. راح نضيف معها مكون ثاني واللي هو القهوه. بالنسبه للقهوه البنات، انا استعملت القهوه العاديه يعني المطحونه في البيت. تقدروا تستعملوا نسكافيه لانها يعني هي احسن من القهوه، يعني انصحكم تستعملوا نسكافيه احسن من القهوه لانها سريعه الذوبان وتذوب بالخف احسن من القهوه. هذه يعني ما تذوبش بالخف البنات. راح نديروا نصف كاس اتاي من القهوه ونضيفوا لهم نصف يعني كاس اتاي من الماء، يعني نكملوا الكميه اللي بقات لنا بالماء. بالنسبه للقهوه البنات راهي مفيده بزاف لصبغ الشعر، وكذلك مفيده بزاف يعني لترطيب الشعر وتنعيمه، وكذلك تصبغ لنا القهوه بالشعر تاعنا يعني باللون البني وتعطيه لون هايل بزاف، وكذلك يعني تلمع الشعر، تخلي الشعر تاعنا لامع وتعطيه يعني لون رائع جدا هايل بزاف. راح نخلط هذه الكميه، يعني نخلطوا كامل هذه القهوه تاعنا هنا. هنايا راح نديروها في الماء البنات ونخلطوها جيدا ونخلوها لمده 5 دقائق حتى تطلق كامل القهوه تاعنا. هذا بالنسبه للماء اللي يكون راح نضيفوها القهوه يكون سخون، يعني ما ديروش ماء بارد، راح نضيفوا عليه الماء يكون ساخن باش القهوه هذه تطلق لنا يعني المفعول تاعها، وكذلك تعطينا نتيجه هايله بزاف لان هذه الوصفه راهي هايله البنات. يعني احسن من انك تستعملي هذوك المواد الكيميائيه والصباغات الكيميائيه يعني اللي راهي تهرق على الشعر تاعنا وراهي تقصف الشعر وتاكله كامل وتكسره. يعني الصباغات البنات كي تكثري منهم الكيماويه راح ياثرون بزاف على الشعر، خاصه يعني البنات كي نستعملوا لوكسيدو يعني في عام، كاين البنات في عام يستعملوا الصبغه يعني 4 مرات 5 مرات، خاصه اللي ماش راهي كامل تخسر الشعر تاعنا وتنتفاه وتحرشه يعني تخليه مجعد. بالنسبه للمكون الثالث البنات وشن هو، راح نديروا البيض. البيض كذلك البنات يعني مليح بزاف في صبغ الشعر لانه فيه بروتين ويعتبر يعني كبروتين للشعر تاعنا، وراح يفيدنا بزاف البنات في ترطيب الشعر وتنعيمه ويغذي الشعر بنسبه كبيره. نستعملوا يعني بيضه واحده فقط، نستعملوا بيضه كامله. بالنسبه للبنات يعني اللي ما تحبش بياض البيض ولا رائحه تاعه، تقدري تستعملي غير الصفا لان الصفا هو احسن يعني للشعر تاعنا، هو احسن يعني مكون لصبغ الشعر. كذلك يعني بزاف وصفات تلقاو فيها صفار البيض، لان صفار البيض يعني يعمل على صبغ الشعر كذلك، ويعتبر كبروتين طبيعي لتنعيم الشعر تاعنا ويغذي الشعر بنسبه كبيره. راح ندير كذلك مكون الرابع والاخير واللي هو يعني البنات هنايا زيت الزيتون.
يعني مكاش احسن من زيت الزيتون في صبغ الشعر، ومكاش احسن من زيت الزيتون اللي ترطيب وتنعيم الشعر. راح ندير ملعقتين صغيره ما يعادل ملعقه كبيره من زيت الزيتون، لان زيت الزيتون منعم للشعر وكذلك يغذي الشعر تاعنا بنسبه كبيره، كذلك يعمل على ترطيب فروه الراس، كذلك يعالج لنا الجفاف تاع الشعر. يعني بزاف البنات عندهم جفاف الشعر، يعتبر كبلسم طبيعي، يعني هو احسن من البلسم، يعني نقدر نقول هو احسن من البلسم الطبيعي للشعر تاعنا، كذلك يعالج مشاكل تقصف الشعر. وهذوك لي فوخش كامل ينحيهم، يعني وصفه هايله. هي صبغه باللون البني وكذلك تقلع الليمة يعني الشعر الابيض. بالنسبه للمكون الاخير في هذه الوصفه واللي هو الليمون، لان الليمون البنات هنا يعتبر مثبت للون، يعني ثبت لنا اللون على الشعر، لان راح نديروا هذه الوصفه هكذا وحدها ما راحش تثبت لنا. يعني تقدروا تستعملوا يا خل التفاح يا الليمون. انا استعملت حبه ليمون صغيره، عصرتها جيدا، يعني عصره جيدا ليمون. كذلك البنات راه ينعم الشعر تاعنا، وكذلك مليح بزاف، يعني يعالج الشيب المبكر بالنسبه للبنات اللي فيهم شيب يعني مبكر. وكذلك الليمون يعني يلمع الشعر ويعالج القشره بالنسبه للناس اللي راهي تعاني من القشره في الشعر تاعها. واش راح نديروا البنات هنايا؟ راح نخلطوا هذه المكونات جيدا، يعني القهوه نخلوها هي تاليه باش نضيفوها معاهم، نخلطوا البيض والحنا والليمون اللي درناهم، كذلك زيت الزيتون، راه يعني الفوائد تاعها عظيمه هذه الوصفه. هذه الوصفه تقدر ديروها حتى البنات صغار، يعني كاين اللي تبغى دير الحنا لبناتها بزاف، كاين بزاف امهات تستعملوا الحنا للبنات تاعهم صغار، يعني تقدروا تستعملوهم بهذه الطريقه الرائعه. وكذلك ما يعطيكمش اللون الاحمر، راح تعطيكم لون بني ولون هايل بزاف. بالنسبه لهذه الوصفه البنات يعني تقدروا تكروها 4 مرات في الاسبوع، يعني عفوا 4 مرات في الشهر، 4 مرات في الشهر ماشي في الاسبوع عفوا، لانها يعني البنات راح تفيدنا بزاف الشعر تاعنا، تغزر الشعر، تغذيه، تنعمه، وتزيد على هذاك يعني تلونه لنا باللون البني. راح تشوفوا النتيجه من اول استعمال، ان اللون تاعك يعني تغير الشعر تاعك، تغير اللون تاعه، الا كان اسود راح يولي لون يعني بني فاتح، يعني راح يتفتح لنا اللون تاع الشعر تاعنا، وتعطيه يعني لون هايل بزاف، يعني كثير من البنات يعني يحتاجوه. نخلطوا جميع المكونات، يعني نضيفوا هذيك القهوه اللي خليناها لمده 5 دقائق وهي يعني تتعقد لنا باش تطلق المفعول تاعها. هنايا راح نخلطوا جميع المكونات، لازم كامل هذيك الحنه كما راكم تشوفوا نذوبوها مليح، يعني ذوبوا الحنه تاعنا مليح. بالنسبه لهذه الوصفه طريقه الاستعمال، كيفاش راح نستعمل هذه الوصفه البنات؟ راح نديروها على كامل الشعر، مشيوها على كامل الشعر تاعكم، يعني تجنبوا التلطيخ لانها تلطخ الحنه، وهذه الوصفه يعني راح تلون الملابس تاعنا. غطيو الملابس تاعكم، ديروا سربيته ولا منشفه، ووضعوا هذا الحنه ولا هذه الوصفه الرائعه للشعر تاعكم كامل، هذه الصبغه طبيعيه 100%. وبعد ما ديروا هذه البنات هذه الوصفه، حاولوا انكم تمشطوا الشعر تاعكم، مشط يكون الاسنان تاعو يعني عريضه، يكون المسافه بيناتهم عريضه يعني بعيده، باش هذه الوصفه توصل لجميع الاعضاء، يعني الجذور تاع الشعر تاعنا وجميع الخصلات تاع الشعر تاعكم، لانها يعني وصفه هايله بزاف البنات، راح تفيدكم بزاف. بالنسبه لهذه الوصفه راح تخلوها لمده 4 ساعات، يعني اللي ما قدرتش تخليها 4 ساعات على الاحسن انها تخليها 3 ساعات، وراح تشوف النتيجه، يعني راح تعطيكم لون بني هايل بزاف بزاف هذا اللون، يعني وهذه الوصفه مجرد البنات. واللون هذا يعني يكون على حسب لون الشعر، يعني كان اللون تاعك البنات فيه ليماج، فيه حاجه واحده اخرى، يعني صبغه بنيه تقدر تستعمليه، ولا كان لون يعني تاع الشعر تاعك اسود، يعني اسود راح تخلي لك اللون تاعك شعرك بني، ولا كان فيه ليماج ما تقدريش تستعملي هذه الوصفه، لانها يعني هذه الوصفه ما راحش تنحي لك ليماج، لانها وصفه طبيعيه، وكما تعرفوا ليماج يعني قويه بزاف باش نحيها، حتى ديري لها يعني تفاصيها ولا بالطروا لوريا الطروا تفاصي لك ليماج عادي. عاد تقدري ديري الوصفه هذه الطبيعيه، ولا تقدري تستعملي وصفه طبيعيه اللي يعطوك اللون هايل بزاف، وكذلك يحسنوا لك الشعر تاعك، لان الشعر يعني تحسين يعني الشعر، لان هذوك الصبغات الكيميائيه راح يقضوا لنا كامل على الشعر تاعنا ويتلفوه،
ويكسروه، وكذلك البنات يخفف الشعر من الصبغات. يعني حاولوا انكم تنقصوا من الصبغات الكيميائيه باش تحافظوا على اللون تاع الشعر تاعكم الهايل، وتحافظوا على الشعر تاعكم كذلك. البنات هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، يعني وصفه هايله بزاف. كيما قلت لكم تقدروا تستعملوها 4 مرات في الاسبوع، عفوا في الشهر. يعني وصفه هايله بزاف وراح تفيدكم بزاف وتغذي الشعر تاعكم. اتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش تخلونا لايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع مطبخ وتدابير ام جنان. دمتم في رعايه الله وحفظه.